الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 13 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولا نزال في باب المجاهدة، وقد وقفنا عند أول الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. حقيقة رواه البخاري وابن ماجه والترمذي والإمام أحمد وكثيرون، ولكن إذا روى الحديث الإمام البخاري أغنى ذلك عن بيان بقية الرواة، ولذلك يقتصر على أصح الكتاب صاحبه قد روى الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه: نعمتان مغبون من الناس، الصحة. هذا من قبيل الموصوف قدره في اللغة العربية، لما يقذف الموصوف وتذكر الصفة هذا كثير، ولكن أقل منه أن يذكر الموصوف وتحذف الصفة. وطبعا تكون هنالك دلائل وعلائم على ذلك، منها أن يقع هذا الموصوف مبتدأ ومنكرا، ونحن نعلم أن المبتدأ لا يكون نكرا في الغالب الأعم، مثل هذا المكان. نعم مكان، كون هذه الكلمة نكرة وافتتح بها الكلام فهو يعرف مبتدأ، دليل على أنه موصوف حذف صفته، والصفة المحذوفة هي نعمتان عظيمتان مغبونا فيهما كثيرا من الناس. فإن قال قائل: ما الدليل على أن كلمة عظيمتان مرادة ومقدرة ومقصودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن الجملة افتتحت بنكرة نعمتان، ولا تنكر الكلمة في مثل هذا الموقع إلا تنويها بمكانتها وشرفها الكلمة وعظمها. ومن هنا نعلم بوساطة، إن كنا عربا أصحاب ملكة عربية، أن هنا صفة حذفت، والتقدير نعمتان عظيمتان مغبونا فيهما كثيرا من الناس. ما هما هاتان النعمتان العظيمتان اللتان لا يسمو عليهما فيما قال العلماء إلا نعمة الإيمان بالله عز وجل؟ الأولى الصحة العافية، والثانية الفراغ. وأظن أننا نعلم جميعا أنهما فعلا نعمتان عظيمتان، ولكن لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كثيرا من الناس مغبون فيهما؟ وما معنى مغبون؟ نحن نعلم أن الغبن هو الانخداع أو الخداع،
تقول فلانا اشترى متاعا فغبن فيه، يعني خدع في هذا الشراء، خدع به لانه متاع لا يستاهل الثمن الذي اشتراه به، خدع به لان فيه غشا. هذا الخدع يطلق عليه في اللغه العربيه الغبن. فاذا قلت فلانا مغبون يعني مخدوع مغشوش في هذا الامر. وكيف ذلك؟ ما معنى ان هنالك اناسا مغبونين في نعمتي الصحه والفراغ؟ الصحه نعمه عظيمه جدا، والفراغ كذلك، اي ان كل منهما راس مال في حياه الانسان. الانسان يعيش في هذه الحياه الدنيا ضيفا، كما قال لي اليوم طفل صغير لا يزيد عمره على 6 أعوام، لم يبلغ بعد 7. قال لي نحن في هذه الدنيا ضيوف، وبعد حين نعود إلى الله عز وجل. عجبت من هذا الكلام، يقوله طفلا صغير. استعدته إياه مرة أخرى ومرة أخرى، وأذني لا تشبع من هذا الكلام الذي ينطق به طفل صغير. ومن عجب أن هذا الذي يقوله هذا الطفل الصغير بفطرته وببساطة عقل فطري يجعله كثيرا من الرجال الذين يتمتعون بطول وعرض، ويتمتعون بلسان طويل ينطق ويبين. الانسان فعلا ضيف في الدنيا تماما كما قال هذا الطفل، وارسل الى هذه الدنيا للقيام بمهمه علمها من علم وجهلها من جهل، وغدا سيعلمها الكل، غدا وان غدا لناظره قريب. هذه المهمه التي ارسلنا او اوفدنا الى هذه الدنيا للنهوض بها تحتاج الى راس مال نتمكن بواسطته من النهوض بهذه المهمة. ومن دون هذا الرأس المال لا نستطيع أن ننهض بالمهمة التي حملنا الله إياها. رأس مالنا في حياتنا هذه التي نعيشها، لكي ننهض بهذا الواجب رأس مالنا شيئان اثنان: الصحة التي تمكنك من الالتفات الى امر الله والنهوض بالواجب الذي امر به الله، والفراغ بعد الصحة الذي يجعل حياتك بمثابة صفحة بيضاء بوسعك ان تنقش عليها المهمة التي حملتها. فعلا رأس مال الإنسان في حياته صحة وفراغ. وإذا أردنا أن نصغر الأمر ونضرب لهذه المسألة مثالا صغيرا لكن لا يختلف أبدا عما نقول، كمثالنا هذا هو ساعة الامتحان للطالب الذي زج به في قاعة الامتحان. رأس مال هذا الطالب في هذه القاعة للقيام بالامتحان الذي كلف به ما هو؟ أن يكون صحيح البدن، صحيحا
والصحة كلمة عامة تشمل صحة العقل والبدن ضد كل عاهة وضد كل مرض وآخر. فإذا كان هذا الطالب لا يتمتع بهذه الصحة فإنه لا يستطيع أن يشغل وقته بما كلف به. الشيء الثاني الفراغ، مفروض أن يملك هذه الدقائق ساعتين أو الثلاث ساعات يملكها، ومعنى أن يملكها معنى أن تكون فارغة لحسابه، أن يجد نفسه طليقا من كل قلب في قاعة هادية في مكان هادئ لا يشغله شاغل آخر بوسعه أن ينصرف إلى ما قد كلف به. فلو أن هذا الإنسان حرم نعمة الفراغ أو حرم نعمة الصحة والعافية فمستحيل أن يجعل أو أن يكون لنفسه رأس مال ليؤدي الامتحان الذي فرض منه، ولا بد أن يخرج من القاعة فاشلا مخفقا. أنا ولعلي قلت أو ضربت بهذا المثل قبل حين لا أعلم أبدا أي فرق بين هذا المثال الصغير وواقع الإنسان الذي ضج به في قاعة هذه الحياة إطلاقا لا أعلم أي فرق. أوفد الإنسان إلى هذه الحياة لأداء مهمة ابتلي بها، والتعبير القرآني عن الامتحان هو الابتلاء، والحديث عن هذا الابتلاء حديث طويل ولسنا بصدده الآن، ولكن البار عز وجل وقد أرسل عبده إلى هذه الحياة لينهض بواجبات هذا الامتحان متعه برأس مال، متعه بصحة، فإن لم يتمتع بها وابتلاه الله بدلا منها بآفات وأمراض فإن الله عز وجل يعطيه من التكاليف بقدر ما ابتلاه به من مرض. النعمة الثانية أو الجزء الثاني من رأس المال هو الفراغ. الفراغ أعطاه الزمن، أعطاه العمر، مكنه، أعطاه فرصة كما يقولون، مكنه فيها من أن يتفكر ويتدبر ثم ينصرف بالجهد والعمل إلى ما قد قرب منه. هذا هو الواقع. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هاتان النعمتان مغبونا فيهما كثير من الناس، أي كثيرا من الناس يجهلون قيمة رأس المال هذا، ومن ثم فهم معرضون عنهما. تتمتع أنت بصحة عظيمة جدا ولا تدري أي مرض سيطرق بابك في يوم من الأيام، تتمتع بعافية ولا تدري هل تستمر لك هذه العافية أم لا، فتعرض عن هذه الفرصة ولا تنتهي بها. إذا أنت كإنسان يتمتع برأس مال يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تشغيله وفي توظيفه، ومن ثم أمامه ربحا كثيرا وعظيما جدا، ولكنه أعرض عن رأس ماله هذا وخدع عنه فلم يلتفت إليه، فمرت الفرصة وباء بالخسران. كذلك نعمة الفراغ،
كثيرون هم الذين يتمتعون بنعمة الفراغ، كثيرون هم الذين أعرف أنهم يحارون في أي عمل ينفقون أوقاته، لا يعلم من الآن إلى المساء ماذا يصنع، وإذا أقبل المساء يحار ويستشير أصدقائه أين منذ هذه الليلة وفي أي عمل منذوها. هذا مسكين مخدوع فعلا ومخدوما كما يقول رسول الله. ويحق أنت في قاعة امتحان وقد أعطيت ورقة بيضاء هي رأس مالك في هذه المهمة، بإمكانك أن تكتب عليها كل ما طلب منك، ولكنك بحبق عجيب تنظر إلى هذه الورقة البيضاء وتقول لنفسك ترى ماذا أكتب عليها، أي نقش أرسم، وبأي نوع من التسلية أصرف وقتي إلى تسويب هذه الصفحة، لا تعلم. فعلا كثيرون هم الذين متعوا بالصحة ومتعوا بالعافية ثم غبنوا بهما، أي أن الشيطان أو النفس والهوى أو شياطين الإنس سرقوا هذا الإنسان عن نعمة الصحة والفراغ فأعرض عنهما، حتى إذا مر يوم وجاء يوم ثم جاء الذي يليه نظر لإذا بالصحة قد قويت وجاء بدلا منها الأمراض، وإذا بالفراغ هو الآخر قد تبدد ولا فراغ مع مرض. بين الصحة والفراغ تلازم، إذا ذهبت العافية لم تبق قيمة للفراغ، شيء معروف. هذا المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، ولكن قد نناقشنا مناقش فيقول ومن الذي قال إن الناس يؤذنون في الصحة والفراغ فلا ينتهزون فرصة العافية ولا ينتهزون فرصة الفراغ؟ أبدا. أنا أنظر في الصباح إلى الأسواق من نافذة داري فأجد الناس كلهم يعجلون، ذاهبين، آيبين، راكبين، سائرين، كلهم إلى عمل. من هذا الذي يترك صحته دون أن يستفيد منها لعمل؟ كلهم يعملون. قد يقول قائل هذا الكلام، هذا لدى النظرة السطحية العجلة كلام صحيح. ما في إنسان نعم يقيد نفسه بأغلال ويجلس من الصباح إلى المساء في داره بين أربعة جدران، أكيد كلهم يخرجون. وإن فسرنا العمل الذي لا يغبن به الإنسان بأي عمل بأي عمل، فكل الناس فعلا غير مغبونين، ويمكن أن يناقش كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نعود إلى مثلنا الذي كنا بصدده، مثل الامتحان والطالب الذي زج به في قاعة الامتحان. هذا الطالب قطعا ما دام إنسانا مندفعا إلى حركة ونشاط لم يمضي وقته في هذه القاعة مجمدا كإنسان مسحور كتمثال من صلصال، مستحيل. لابد أن يمضي وقته هذه الساعات الساعتين أو الثلاث ساعات، لابد أن يمضي وقته بعمل. لكن إن كان هذا الإنسان عاقلا مدركا غير مغبون رأسا يضع رأسه في ورقة الأسئلة
ويلتفت إليها ويتدبرها، ثم يبدأ التيكتب ويضع كل همه ويحشر كل فكره ويوجه كل وقته إلى هذا العمل. أما إن كان هذا الإنسان مغبونا من الذين قال عنهم رسول الله، أي بالتعبير أصرح أحمق، النبي عليه الصلاة والسلام يعني لفت العبارة، إن كان هذا الإنسان أحمق أيضا ينصرف إلى عمل، لكنه بدلا من أن ينصرف إلى هذا الذي طلب منه ربما تنخطف عيناه إلى نافذة أمامه يجد وراء النافذة حدائق جميلة، زهور ورياحين، فينظر إليها ويمتع بصره به، أو ربما ينظر إلى نافذة عن يمينه أو عن يساره فيجد فتيات، يجد مناظر أخرى من نوع آخر، نعم، تشغل باله وفكره، فيصرف فكره وعقله إلى ما هو بسببه، عمل، هو يقوم بعمل قطعا، ينهض بعمل ما من الأعمال، وهكذا تمر الساعات قطعا، هو ليس كالإنسان المسحور ولا كالتمثال الجامد، قطعا ينصرف إلى شيء، يعبث بالقلم، يرسم رسومات، ينظر أمامه، يغني ربما، يقوم بعمل من الأعمال، لكن ماذا نقول أيها الإخوة عن هذا الإنسان الذي كان عليه أن يعلم وهو عاقل أنه في جو امتحان، وأن المطلوب منه بصريح العبارة معامل معين محدود مكلف أن ينهض به، ثم إنه تحول عن ذلك إلى هذه الأعمال الأخرى، أليس هذا الإنسان مغبونا؟ أليس هذا الإنسان أحمق؟ وأليس هو الذي سيندب حظه العافر وسيندب حمقه الذي لم يتخلى عنه بعد حين، بعد حين إن لم يكن الآن؟ نعم، نعود إلى ما نحن بسببه، ما في إنسان فعلا يعني يجنب نفسه عن الحركة والنشاط، لكن إنسانا ينصرف وقد استغل الصحة التي متعه الله بها والفراغ الذي أكرمه به، وقد أقبل إلى كتاب الله الذي عرف هذا الإنسان بهويته، ثم حمله مهامه التي كلف بها، جاء فانتهز فرصة صحته وعافيته وفراغه، فملأ عمره بهذه المهام التي كلف بها، نعم، وقليلا ما هم كما يقول الله سبحانه وتعالى. أما المغبونون الذين يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أولئك الذين قد يقول أحدهم وهو ينظر في الصباح إلى المرآة وقد اكتنزت العافية في بدنه وقد أكرمه الله عز وجل بالصحة في فكره وجسمه وحماه من الأمراض والعاهات، ينظر وقد انتشى لهذه النعمة التي أنعم عليه بها، ورأسا يقدح زناد الفكر ليتساءل في أي متعة أصرف صحتي، وفي أي لهو أصرف ساعاتي، ويمضي فيبدد عمره ذات اليمين وذات الشمال، وكما قلت لكم يقول لصاحبه متسائلا مستنجدا، أين منذ يومنا هذا؟ أين منذ ليلتنا هذه؟ في أي لهو من العبث؟ قد يكون هذا الإنسان، وإذا يقول القائل أنت تفرض أن هذا الإنسان عابس لا عمل له، ولكن
ضعف من العابثين. هنالك فئات كثيرة من الناس لا يضيعون ساعة من أوقاتهم، دائما في حركة دائبة من أجل الرزق. هو من الصباح إلى وقت الظهيرة موظف، ومن بعد الظهر إلى العشاء يتابع عمله في وظيفة أخرى، ولا يعود إلى داره إلا مكبودا متعبا. ماذا تريد من هذا الإنسان أكثر من هذا العمل؟ فهو يجند صحته ويجند فراغه بالعمل. هذا مظلوم، وهذا الآخر نوع من المظلومين. لا نقول إنه مظلوم، لأننا نطلب من الإنسان ألا يشتغل في ألا يمد يده إلى تجارة، لا أبدا. ولكن لأن هذا الإنسان جعل من تجارته غاية ولم يجعل منها وسيلة، والمطلوب من الإنسان أن يجعل من تجارته وسعيه ابتغاء الرزق وسيلة إلى غاية، لا غاية بحد ذاتها تطوف حول نفسها. الإنسان ليس كذلك، الإنسان ليس حمار رحى كما يقول ابن عطاء الله السكندري، حمار الرحى، الحمار الطاحون، نعم، يقول لا تكن كحمار الرحى يدور، والمكان الذي انطلق منه هو المكان الذي يسير إليه من الصباح إلى المساء، يدور حول دائرة واحدة، فإذا قعد والقل جلس واستراح، ثم يعود في اليوم الثاني دواله. إذا ما المطلوب؟ يقول ابن عطاء الله السكندري: لا تكن كحمار الرحى يدور والمكان الذي ينطلق منه هو الذي يسير إليه، بل سر من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك الرجعة. أعود مرة أخرى إلى هذه الكلمة الحكيمة من هذا الطفل: نحن ضيوف في هذه الدنيا، وبعد حين نرجع إلى الله. والله هذا تعبيره، نرجع إلى الله، هذا كلام الله. وأن إلى ربك الرجعة، الرجعة. إذا عرفت هذا قطعا تسير وراء اللقمة، قطعا تكبح، تشتغل لنفسك ولعيالك، ولكنك تجعل ذلك كله مطية لتنفيذ المهمة الجلة، للقيام بالوظيفة المقدسة التي خلقت من أجلها. نعم، ما هي؟ هي ممارسة العبودية لله. نحن في باب المجاهدة. قد يقول قائل: ما علاقة هذا الحديث بالمجاهدة أو الجهاد؟ قد يقول قائل: العلاقة واضحة، وبين العنوان وبين هذا الحديث علاقة قوية جدا لا تنفك. المطلوب مني أن أجعل من صحتي وعافيتي وفراغي وعملي وكبحي في السوق، المطلوب مني أن أجعل ذلك كله أسلحة للمجاهدة في سبيل الله، أسلحة للمجاهدة في سبيل الله. لا يعني الجهاد السوري الذي يتصوره بعض الناس، أعني القاعدة الصلبة للجهاد السوري. ما هي القاعدة الصلبة لهذا الجهاد؟ مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، التعرف على الله عز وجل، أن تنفق الوقت الثمين لمعرفة هويتك من أنت، ومن ثم تنفق الوقت الثمين لمعرفة ربك عز وجل، ولمعرفة الصلة، العلاقة بينك وبينه سبحانه وتعالى، ثم للانصياع إلى ما طلب منك وأمر. والعمر كله يضيق عن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. أما السعي من أجل الرزق ف
فما هو إلا جند من الجنود وسلاح من الأسلحة في السعي إلى القيام بهذه المهمة. أما ذاك الإنسان الذي يخرج من صباحه الباكر إلى السوق ويعود في المساء مثقلا بالتعب والملل، فإذا جلس إلى داره اجتر تعبه واجتر ملله، ما عرف يرسل في النهار يشتغل ويجمع الأتعاب، وفي المساء يستريح من وعفاء التعب، ثم ينام ويرقد، ثم يعود دواليه. عدنا إلى مثال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. الإنسان أقدس وأجل وأكرم على الله من أن يكون حيوانا خلق ليأكل، فإذا أكل عاد ليجمع مزيدا من الطعام، فإذا جمع جلس مرة أخرى على المائدة، فإذا نضبت المائدة عاد مرة أخرى يبحث عن مزيد. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان الذي نسج بنفسه التاريخ. حيوانات الغابات واحد، الإنسان سخرت له الدنيا وسخرت له الكواكب والنجوم وسخر له ملكوت الله عز وجل، وكل ذلك مظهر من التكريم الذي عناه الله بقوله ولقد كرمنا بني آدم. ولكن بمقابل ما كرم الله الإنسان هذا التكريم وبمقدار ما جند له ملكوته ومكوناته، حمله مهمة مقدسة لا تقل عن خطورة هذه المكونات التي جندها له. فأين أنت من هذه المهمة المقدسة؟ وأين أنت من شكر الله عز وجل على أن أدار من حولك ملكوته وجعلك محور مكوناته من أجل أن تعرفه فقط، ومن أجل أن تصطبغ بصبغة العبودية له، ومن أجل أن تجعل من هذه الأرض دولة لله عز وجل تنبض بمعنى العبودية لله، معنى عدالة الله تلتمر فوق هذه الأرض، معنى حكمة الله تتجلى فوق هذه الأرض، معنى ألوهية الله تتجلى فوق هذه الأرض. المكونات مظهر لألوهية الله تكوينا، أما أنت يا ابن آدم فمظهر لألوهية الله تكليفا. هذا هو الفرق. أي قطرة ماء، أي خلية حيوانية أو غير حيوانية، أي ذرة تراب، أي ورقة نبات تعلن عن ربوبية الله عز وجل في تكوينها وفي مظهرها تكوينا. أما أنت فمهمتك ذات المهمة، حالك سلوكك وضعك مطلوب منك أن يكون مظهرا لألوهية رب العالمين، ومن ثم مظهرا لعبوديتك لله. لكن الفضل كل تلك الذرات من المكونات من ساعة لهذه المهمة تكوينا، قال لا كوني كذلك فكان، دون إرادة ولا اختيار. أما أنت فقد لبثت بذلك وحملت على هذا تكليفا، فإن شئت نفذت وارتقيت إلى أعلى صعيد وكنت خير ملأ في ملكوت الله عز وجل، وإن شئت أعرضت ولويت رأسك وعنقك فكنت أخس حيوانا على وجه الأرض. وهذا معنى قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن ما
نخرج من هذا النقاش الذي افترضناه بحصيلة هي فعلا أن كثيرا من الناس مغبونون بالصحة التي متعهم الله عز وجل به. متعهم الله بالصحة فأعرضوا عن هذه الفرصة أو وجهوها إلى ما لا رصيد له ولا فائدة منه، وكذلكم الفراغ تبع للصحة. متى يعلم الإنسان هذه الحقيقة؟ متى يعلمها أيها الأخوة؟ إلا من وقاه الله، وقليلا ما هم. الإنسان اللي رب عز وجل متعه بدراية وعلم يعرف قيمة النعمة بدوامه، فطالما كانت الصحة موفورة عنده لسانه يلهج بشكر الله، وأعضاؤه تلهج بشكر الله مرهوبا بما كلف به. ولكن كثيرون هم الذين إذا متعوا بالصحة طغوا وبغوا، ويبقى الأمر على هذه الحالة إلى حين، وبعد حين من عادة رب العالمين سبحانه وتعالى أن يصطلح أن يبتلع معه. وإذا بهذه الصحة والعافية غابت، كيف غابت؟ بمرض، أمراض الباري سبحانه وتعالى، جنود لا يعلم كميتها إلا الله، ولا يعلم الأطباء منها إلا ما أطلعهم الله عليه. والباري في كل لحظة يملك أن يبث فيك أي وأخطر المرض لم يعلمه الأطباء بعد، يملك ويستطيع. والباري من عادته إذا سهى العبد ولها وكان من هؤلاء المغبونين، تأتيه النذر، تأتيه المذكرات، تأتيه المنبئات من كلام الله، فإذا لم يرعوا كليا أو جزئيا جاء حينا ابتلاه الله بأمراض. يفتح هذا الإنسان عينا جديدة على نفسه غير العين السابقة التقليدية. أين أنا من الصحة التي كنت أتمتع بها؟ هو الآن بين الحياة والموت، هو الآن يشم رائحة الموت، هو الآن لا يستطيع أن يتمتع من ألوان المتع كلها بأي نوع من أنواع التمتع، لأن التمتع شرط الأساسي الصحة والعافية. ومن عجيب حال الإنسان أنه لا يذكر الله كثير من الناس إلا في هذه الحالة، فيضرب كفا على كف ويذكر نعمة الله، ويذكر يوم كانت العافية ملء إهابه، ولسان الحال يقول له يا عبد رب العالمين تعرف على ربك في الرخاء حتى يعرفك في الشدة. لكنه كان ساهيا لاهيا معرضا سابحا في بحار متعته وشهواته. الآن يريد أن يعمل ولكن هيهات، يريد أن ينهض ولكن العافية ذهبت، الجنود الذين كانوا يعينونه تركوه، وجاءه المرض المقعد فهو لا يستطيع أن يقوم بأي حركة، والحسرة هي التي تجتره. نعم، أليس هذا الإنسان مغبونا في هذه الحالة؟ أليس الأولى بك أن تعلم قيمة العافية إن كنت معافا؟ أنا رأيت منظرا أيها الإخوة لا أزال أذكره ولا يزال مطبوعا صورته في دماغي. كنت في زيارة في يوم عيد لواحد من هؤلاء العلماء الصالحين وقد رحل إلى الله عز وجل. نعم، كنت جالسا عنده وإذا بإنسان دخل عليه يتأبطه عن اليمين شخص وعن يساره شخص وكأنهما يحملانه حملا، وجاء يجرانه جرا بين جر وحمل إلى أن أوصلوه إلى الشيخ صاحب المنزل.
فانكب على ركبتيه يقبلهما، وانكب على قدميه يتمسح بهما ويقبلهما، ثم جلس. الرجل يعني مصف مشلول، نظرت اليه رايت على وجهه ملامح الملامح لكنني لم اعرفه. سالت انسانا كان الى جانبي، من هذا؟ قال لي انه فلان من الناس، فلان ذو رتبه عاليه جدا. نعم. ابتلي بعد ان متعه الله بالصحه والعافيه امادا طويلا، ابتلي بهذا المرض. لم يكن اذ كان صحيح البدن، ولم يكن اذ كانت نعمه الله تتوالى عليه، لم يكن يتعرف على الله ابدا. ثم ان الله ابتلاه، راحت الفرصه. نعم، انتهت الفرصه، ذهبت العافيه. نعم، ابتلاه الله بهذا المرض، وصحى من ذهول، واستيقظ من سبات، واراد ان يتحرك، ولكن ذهب الوقت. نعم، ذهبت الفرصه. وكما قال المثل العربي، الصيف ضيعت اللبن. تحول سعي هذا المسكين الى حسره، الى الم يحرق قلبه، وهو يعبر عن حسرته بهذا التعويض. يذهب الى فلان ممن يقال عنه انه من اهل العلم والصلاه، نعم، لا يستطيع ان يستعيد الماضي، لا يستطيع ان يستعيد صفحات ايامه الخيالي. ان كان صحيح البدن يستعيد عن ذلك بماذا؟ بتقبيل الركب والايدي والارجل، وان يطلب من فلان الدعاء ومن فلان الدعاء. ما الذي اوقعك فيها؟ ما الذي جعلك تجتر هذه الحسره والندامه يا هذا؟ لماذا لا اقول تعامل ربك، بل تعامل نفسك بهذه الطريقه؟ كان جديرا بك ان تتصور هذه النهايه قبل ان تصل اليها. بالرسول عليه الصلاه والسلام علم ونبأ واوضح واعطاك خارطه البرنامج والطريق الذي تسير عليه. قال لك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشتاء. قال لك نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس، الصحه والفراغ. نعم، الباري سبحانه وتعالى في كتابه المبين شرح واوضح وفصل واجمل وصرف كما يقول الباري عز وجل في كتابه حتى يوقظ. فلماذا لم تستيقظ؟ لماذا لم تتنبه؟ نعم، وهكذا. اما ذاك الذي يقول والله انا يعني احب لكن لا املك فراغا، يعني الرجل يلهث من الصباح الى المساء وراء المال، وراء لقمة العيش، ما علاج هذا الانسان؟ قل له نعم، نصيحتي لك ربما لا تنفذ اليك الا عبر حدود، ولم تصل الى قلب الى فكرك ووعيك الا وهي مشلولة الفاعلية. لكن يبدو ان الذي سينصحك النصيحة الحية الناضجة الواقع الذي ستقع فيه. المال، اجمع ما شئت من المال، ماذا تفعل من المال الا بما تأكله يأكله فمك، ويرتديه جسمك ثوبا، وبما تأوي اليه بيتا وسكنا. نعم، يقول يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الإنسان مالي مالي، وليس للإنسان من ماله إلا ما أكله فأكناه، وما لبسه فأبلاه. نعم، هذا هو مالك. نعم، اجمع ما شئت أن تجمع، أنت مفارقة.
ما أكلته أنت وأسرتك لك عليه أجر، وما هيأته من سكن لك ولأسرتك لك عليه أجر، وما زاد من ذلك وزرا يحمله كافلا قطعا لا شك في ذلك. هلا اطلب المال برفق، الرزق آت قطعا والله ضمن لك رزقه، ولكنه طلب منك ان تضمن له القيام والنهوض باعداء العبوديه له. الم يقل لك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، والعاقبه للتقوى. هذا ما معنى هذا الكلام؟ الم يقل لك فابتغوا عند الله الرزق؟ هذا العمل الذي تنهض به عبارة عن وسيلة مجندة بيد الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله قيده الله خيرا منه. نعم، وكان أصحاب رسول الله يشتغلون في الدنيا والمعيشة من الصباح إلى وقت العصر، فإذا أذن العصر أغلقوا محالهم التجارية، وترك الصانع صناعته وصاحب الحقل حقله، وجاءوا يركضون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا شرع الله، ليمارسوا المهمة التي خلقوا من أجلها. نعم، هكذا ينبغي أن يفعل الإنسان. أما ذاك الذي يعتبر بأنه لا يملك وقتا، فالجواب أنه يملك كل وقت، ولكن الطمع خيل إليه أنه لا يملك وقت. لو أنه لم يطمع، ولو أنه عرف منهاج رحلته إلى الله، لعلم أنه يملك الوقت الكثير، ولكنه مزقه وبدده شر ممزق. لا، ومن ثم إن قلت له أين تربية أولادك؟ يقول أنا مشغول عنهم، لا أستطيع أن أجلس إليهم لأعلمهم. إن قلت له أين ذكر الله عز وجل تجمع عليه صغارك وكبارك مساء أو صباحا، تذكرون الله عز وجل حتى يشرق هذا البيت بذكر الله عز وجل؟ يقول لك وأنا أملك الوقت الكافي يا أخي، أنا آتي وأنا أحمل أثقالا من التعب، فلا أكاد أصل إلى البيت حتى أستلقي من أجل أن أسترد شيئا من الراحة. أكذلك؟ إذا أنت كما قال ابن عطاء الله كحمار الوقت، هذا هو الشأن. أنت ترحل إلى الله عز وجل، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فليلاقيه. هذا بيان عجيب. يا ابن آدم اسمع، يا من تسير وتحب في جنبات هذا الكون، اسمع بيان خالق هذا الكون. إنك كادح إلى ربك كدحا فليلاقيه، أنت على وعد مع الله. إذا أنت على سفر، يحمل زاده قطعا، طعامه قطعا، وما لذ من طعام شراب، بل ما برد من شراب أيضا. على واحة في طريقه استظل بهذه الواحة يدعى ومتع نفسه، كل هذا شيء جيد. براحة فيها مطعم وفيها كل شيء، جلى أكل أخذ المرتبات كله، لكن ماذا يصنع هذا الإنسان؟ لا ينسى أنه مسافر، لا ينسى أنه مرتحل في رحلة. نعم، تلك هي قصة هذه الحياة. تمتع بحياتك، ولكن اعلم أن حياتك في مأكلها مشربها، نعم كل متعها عبارة عن راحات على الطريق، عبارة عن استراحات على الطريق، عبارة عن مطاعم على الطريق، وهذا من فضل الله عز وجل. تمتع، ولكن اجلس جلسة مستوفر. نعم، كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما لي ولدنياكم وإنما أنا كراحل نام تحت شجرة ثم غدا فتركها ومضى إلى مهمته إلى مهامه. لكن قصة هذا الإنسان
الذي يشتغل من الصباح الى المساء، ومن المساء يكب ذهنه ربما بالحسابات، ثم انه ينام، ثم انه يعود فياكل، ثم يعود الى جهده وعقد دوله مسلما، وقد نسي الرحله ونسي منهاجها، مثل ذاك الذي ركب سيارته متجها الى بلد، ركب متن الطريق، اثناء الطريق وصل الى واحه جميله جدا جدا فيها مطاعم وفيها ما لذ وطاب، من اجل يعني تقديم اسباب الراحه للمسافرين، نزل من سيارته ودخل، نظر الى هذه الواحه، تخطبه جدا فجلس، نسي المهمه ونسي برنامج الرحله، نعم، وجلس في ذلك المكان ياكل ثم يشرب ثم يجوع ثم يعود فياكل ثم الى اخره، الى ان قطع الرحله وداهمه الليل، والى ان فاتته الفرصه التي كان غاديا من اجل ان ينالها. طيب ماذا؟ هل اشقته هذه الواقعه ام اسعدته؟ اسعدته في الاولى واشقته في الاخرى في الاخره. اسعدته في الاولى ثم اعقدته زفرات وحسرات. هذا هو الانسان. والانسان في حياته هذا ان سلك مسلك مرضات الله يجمع بين الحسنين. الطريق الباري عز وجل بفضله وكرمه جعله محفوفا برواحه. صحيح لكن لا نبل اكثر من الابتلاءات، جعله محفوفا بالرياض وبالمشايات. من قال لك يا ابن ادم ترى يقول اصبح ولا انك حلم وضع الهدف بقلبي نصحنا من امر بقيامه الاهملاء جوابه تتعلق بشباب ام انا الحمد في دقائق قريبه يقول قل ارسم نفسك ارسم احد نجم ويقول كن ثبت اقول كن من النوم الاكل ما ردش انا اقول ايها الاخوه كان ينبغي ان يسام اما كافراد لا ام هو المرض وان قال نحن فيهم الادران او غير ما بغيت بحر يسام هذه الاسماء وتتنى انهم الاحد بل اغنى الهلال هو غيال عزة يجعلنا من الأرض هذه الذي جميعا وهو الحكم في هذه هذا اللعاب ألمع التفاؤل تشكر اللعاب كان الرفع لأن مثال جره يسمي مقمعا ذاك في داخل المنطقة داخل أما أم إذا رجل من مكاسر صاحب لأخراجها ثلاثة مليون أخلاقك العليك ويريد أن يراويح هذا مقتديا بالجائز جائز هذا وإن كان السادة الأحناف يقولون لا يجوز أن يقتدي مقترب بمتنكر ولكن المذاهب ربي عز وجل التي بها حتى تبعوح إمام جيد في عصر المغرب إذا سلم الإمام تقول موفا تكمل صلاتك كمسموح منفردا جيد والحمد لله رب العالمين.